بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أرسل الله تعالى سيدنا يونس عليه السلام إلى أهل قرية نينوى بالعراق. دعا يونس عليه السلام قومه كما هو شأن الأنبياء والرسل جميعا، دعاهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فأبوا الامتثال لما جاءهم به من عند ربه. فضاق سيدنا يونس بهم ذرعا، وضاقت نفسه بما يصنعون، وأخبرهم سيدنا يونس إن العذاب سيأتيهم خلال 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث، خرج نبي الله يونس عليه السلام من بلدة قومه قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج، ووفى قومه العذاب الذي أنذروا به، إلا إن قوم يونس لجأوا إلى الله تعالى وتوجهوا إليه بالدعاء، فرفع عنهم سحائب نقمته وتقبل منهم التوبة والإنابة، لأنهم كانوا مخلصين في توبتهم، صادقين في إيمانهم بالله تعالى. وفي هذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما ترك يونس عليه السلام قومه وذهب غاضبا منهم، لأن هم هو خلاص أنذرهم وسابهم، وطبعا ضاقت نفسه إن هم لا يقبلوا دعوة الحق ولا يؤمنون ولا يصدقونه فيما جاء به من عند ربه، ضاقت نفسه وتركهم بعد أن أنذرهم بالعذاب، وكان ما كان منه، كما قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون يعني صاحب الحوت، وهو نبي الله يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا من قومه ومما فعلوا، أي ذهب غضبان من قومه مما قاس منهم لطول دعوة سيدنا يونس له وإصرار هؤلاء القوم على الكفر. فذهب سيدنا يونس وتركهم وساب القرية ومشي قبل أن يؤمر أو يؤذن له في الذهاب، كما قال الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه. هو شاف الضيق، هو كان في ضيق شديد سيدنا يونس لما لقاهم كده رافضين لدعوة الحق، رافضين جاحدين بيها، لا يريدون الإيمان ولا يريدون التصديق، ضاقت نفسه، حس بضيق شديد جدا، فأسرعت به قدماه فانطلق وترك القرية ومشي. فأراه الله بعد ذلك ضيق أشد مما كان فيه. أتى سيدنا يونس عليه السلام سفينة فركبها، فلما وصلت لجة البحر هاج البحر وأحيط بالسفينة ومن فيها. فلما علم ركاب السفينة ما هو محيط بهم، قال بعضهم لبعض: لا خلاص لنا ولكم مما هو نازل بنا إلا أن تتخففوا من بعض من على السفينة. يعني السفينة دي عليها ناس كتير، وإحنا عايزين نخفف العدد عشان تخف الحمولة فلا نغرق. فبدأوا يقترعوا يعملوا قرعة ليلقوا في البحر من وقعت عليه القرعة، فجاءت القرعة على سيدنا يونس. رجعوا وكرروا القرعة دي مرة تانية فجاءت عليه أيضا. فعلم سيدنا يونس عليه السلام أن وراء ذلك تدبيرا، وكأنه ما كان له أن يترك قومه قبل أن يؤذن له في الهجرة. هو حدثته نفسه بالكثير يعني ساعة هذه اللحظة. عندها ألقى بنفسه في اليم في البحر وأسلم نفسه للأمواج، وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يبتلع نبي الله يونس وأن يطويه في بطنه ولا يأكل لحمه ولا يهشم عظمه. وقبع بعد أن التقمه الحوت
قبع نبي الله يونس في بطن الحوت، والحوت يشق به الأمواج العاتية ويهوي في الأعماق به، وينتقل يونس عليه السلام في الظلمات في بطن الحوت. ويصور القرآن الكريم هذا المشهد العجيب في قوله تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. لا، السفينة مستعدة مشحونة بالناس حتتحرك. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، اقترعوا فيما بينهم من اللي يلقوه في اليم، فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه بعد أن ألقى بنفسه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم. والمعنى إن يونس عليه السلام، الله يقول إن يونس عليه السلام من المرسلين الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا وتبليغها إلى الناس. إذ أبق يعني هرب من قومه بغير إذن من ربه. وهنا في ملمح لطيف إنه وصفه الله تعالى بالإباق، إذ أبق اللي هو معنى أبق يعني، والإباق بمعنى إنه هرب العبد من سيده. ولما كان الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، قال تعالى في حق عبده يونس عليه السلام: إذ أبق إلى الفلك المشحون. والله سبحانه وتعالى له أن يقول ما يشاء، فهو الخالق العظيم، ولا يجوز بالطبع لنا إن احنا نقول أبق نبي، إنما ذلك لله تعالى فقط جل جلال الله. لما ابتلع الحوت نبي الله يونس عليه السلام بتعبير القرآن الكريم فالتقمه الحوت، لم يجد عليه السلام نبي الله يونس لم يجد مفر من الالتجاء لربه سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت والتوجه إليه بالدعاء. شوف، هو كان فر من ضيق شديد، تكذيب قوم يونس به كان بيمثل له ضيق شديد، وانتقل إلى ما هو أشد من الضيق، وفي هذا في داخل بطن الحوت وفي هذا الظلام الشديد ماذا يفعل نبي الله يونس عليه السلام؟ توجه إلى الله بالدعاء، كما في قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تلك الظلمات، قال: هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فلما دعا يونس عليه السلام بهذا الدعاء في تلك الحالة، جاء بإخلاص وبصبر، جاءته النجاة ونزل به الفرج، حيث استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه، وأوحى سبحانه وتعالى إلى الحوت أن يلقي بنبيه يونس في العراء، فألقاه الحوت على شاطئ البحر سقيم هزيل ضعيف عليل. وصار دعاء نبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صار هذا الدعاء هو دعاء لتفريج الهم والكرب العظيم. وفي نجاة سيدنا يونس عليه السلام من الغم، حتى المحنة اللي مر بيها دي لما التقم الحوت ومكث في بطن الحوت وتوجه إلى الله داعيا راجيا، ثم فتح عليه بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جات لنا بشارة. يعني في دعاء سيدنا يونس عليه السلام الغم الذي تعرض له ووصف هذا في القرآن، جت معاه بشارة لكل صاحب غم من المؤمنين، لإخبار الله تعالى عن ذلك بعد الإخبار عن نجاته عليه السلام، حيث قال سبحانه في سورة الأنبياء عقب أن قال هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعدها جه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جاءت هذه البشارة كذلك عن سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم،
حيث قال معلما أمته: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون اللي هو صاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم، رجل كان أو امرأة يعني، إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج وفرج عنه؟ فقالوا: بلى. قال: دعاء ذي النون، يعني من يدعو بهذا الدعاء يفرج الله تعالى عنه، لأن دعوة ذي النون فيها من كمال التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى عز وجل ما فيها. هو ابتدى الدعاء بإعلان التوحيد له: لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه المولى سبحانه وتعالى. فدعاء جمع صاحبه فيه بين توحيده جل وعلا وتنزيهه: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعتراف العبد بذنبه وبظلمه، ما هو يجعل من هذا الدعاء أنه من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، إنه يزيل الهم والغم والكرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ده من أبلغ الوسائل التي يدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى في قضاء حوائجه. ونختم بما ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. وقبل ما أذكر بما ورد عنه، مهما كانت هموم الدنيا فهموم الدنيا دي هتكون كمثل ما تعرض له نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، هذا الهم والغم والكرب والظلمات التي كان فيها عليه السلام. فالله يأتينا بمفاتيح الفرج في كتابه. ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عجبت من أربع كيف يغفلون عن أربع. وذكر من ضمن الأربع: عجبت لمن اغتم، اللي أصابوا الغم والهم، عجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.